أهلا بكم في قناة العالمي، منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، الترم الأول، الوحدة الأولى، الدرس الأول، التكيف والبقاء. مقدمة: تؤثر بعض المشكلات مثل درجة الحرارة وندرة أو قلة المياه وعدم توافر الغذاء والمأوى على بقاء الكائنات الحية. تأثر بعض المشكلات زي إيه؟ زي درجة الحرارة وقلة المياه وعدم توافر الغذاء والمسكن على وجود الكائنات الحية. تتكيف الحيوانات والنباتات مع ظروف البيئة كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة والحفاظ على سلامتها وللعثور على الغذاء والماء. الحيوانات والنباتات تتكيف مع ظروف البيئة اللي هي المكان اللي بتعيش فيه عشان تتمكن من البقاء والوجود على قيد الحياة وتحافظ على صحتها وسلامتها عشان تلاقي الغذاء والماء بتاعها. التكيف. تعريف التكيف: هو تغيير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء والحياة. التكيف ده تغيير يحدث للكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات، بيساعده على البقاء، بيساعده على الحياة. مثال: يتكيف الجمل مع الحياة في الصحراء حتى يستطيع تحمل الجوع والعطش، فبعد هضم الطعام يحوله إلى دهون ويخزنه في السنام ويغطي جسمه وبر يحميه من البرد والحر. الجمل بيتكيف مع الصحراء، بيعيش في الصحراء بيتكيف معاها، بيستطيع تحمل الجوع والعطش. الطعام اللي بيهضمه بيحوله إلى دهون ويخزنه في السنام اللي هي دي، وبيغطي جسمه شعر. الشعر ده بيحميه من البرد والحر. دراسة الخفافيش: الخفاش مهم جدا في حياة الإنسان والكائنات الحية، حيث تتغذى كثير من الخفافيش على البعوض والحشرات. الخفاش ده مهم جدا في حياة الإنسان والكائنات الأخرى، والكثير من الخفافيش بيأكلوا البعوض والحشرات. تكيف الخفافيش مع البيئة: تنام الخفافيش ورأسها إلى أسفل ولديها القدرة على الطيران مثل الطيور. الخفافيش بتنام ورأسها إلى أسفل إلى تحت زي ما انتم شايفين في الصورة، وعندها القدرة على الطيران بتطير في السماء مثل الطيور. في الخفافيش حيوانات ليلية يزداد نشاطها ليلا ولا ترى ليلا، فتعتمد على الصدى اللي هو رجوع الصوت في تحديد المكان. بالرغم ان الخفافيش دي حيوانات ليلية يعني بتطير في الليل ويزداد نشاطها في الليل، لكن مش بتقدر تشوف في الليل، فبتعتمد على صدى الصوت اللي هو رجوع الصوت في تحديد المكان. أقدام البطريق وتكيفها مع البيئة: يعيش البطريق في القارة القطبية الجنوبية، أكثر مناطق العالم برودة، ويغطي جسمه بالريش الكثيف وطبقة من الدهون، وتتعرض أقدامه التي لا يوجد بها ريش لبرودة شديدة بسبب الثلج. البطريق ده بيعيش في قارة إيه؟ قارة القطبية الجنوبية، والقارة دي أكثر مناطق العالم برودة، وبيغطي جسم البطريق الريش الكثير وطبقة من الدهون، وأقدامه اللي هي دي بتتعرض لبرودة شديدة ليه؟ بسبب الثلج. تكيف البطريق مع البيئة: تنقل له الأوعية الدموية، أنابيب تنقل الدم داخل الجسم. الدم الدافئ من الجسم المغطى بالريش إلى الأقدام لتظل دافئة، وبذلك يكون الدم الموجود في جسم البطريق ليس باردا
يبقى تكيف البطريق مع البيئة بتنقل له الأوعية إيه الدموية. والأوعية الدموية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنابيب بتنقل الدم داخل الجسم. بتنقل إيه الأوعية الدموية؟ بتنقل له الدم الدافئ من الجسم المغطى بالريش اللي هو ده الجسم المغطى بالريش إلى الأقدام عشان تظل وتبقى دافئة، وعشان يكون الدم الموجود في جسم البطريق دافئ. طرق التكيف: خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر والتوالد في النظام البيئي المكان الذي يعيش فيه. 1- الفراء الأبيض للدب القطبي يساعده على الدفء والتخفي للحصول على فريسة. الفراء الأبيض للدب القطبي اللي هو ده بيساعده على الدفء، بيساعده على التخفي. ليه؟ عشان يقدر يصطاد الفريسة بتاعته. الدب الأسود أو البني لون الفراء يساعده على التخفي بين الأشجار للصيد. لون الفراء اللي هو الأسود ده بيساعده على التخفي بين الأشجار وسط الأشجار عشان يصطاد الفريسة بتاعته. 3- ثعلب الفنك له فراء لونه ذهبي حتى يستطيع التخفي في الصحراء. ثعلب الفنك الفراء بتاعه لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين في الصورة عشان يقدر يتخفى في الصحراء عشان يصطاد الفريسة بتاعته. السحالي لها حراشيف اللي هي قشور ملونة للتخفي من الأعداء بين الصخور. يبقى السحالي لها حراشيف اللي هي القشور، والحراشيف دي أو القشور ملونة ليه؟ عشان يتخفى من الأعداء بين الصخور. التخفي دي نوع من التكيف بيساعد الكائن الحي على الاختباء بمساعدة لونه أو شكله. التخفي ده نوع من التكيف بيساعد الكائن الحي إن هو يختبئ بمساعدة لونه أو شكله زي ما انتوا شايفين في الصورة. يعني لو حيوان لونه أخضر بتخفى في الشجر، لو حيوان لونه أصفر بتخفى في الصحراء نفس لونه. أنواع التكيف: 1- تكيف تركيبي اللي هو جسدي بيحدث داخل جسم الحيوان مثل الفراء الكثيف للدب وأقدام البطريق. 2- تكيف سلوكي، تغير يحدث لسلوك وتصرف الحيوان مثل هجرة الطيور ونشاط الخفاش ليلا. مقارنة بين ثعلب الفنك والثعلب القطبي: ثعلب الفنك بيعيش في جو صحراوي جاف، أما الثعلب القطبي بيعيش في التندرة حيث برودة الجو وقلة النباتات. ثعلب الفنك له فراء بني بيساعده على التخفي ويحميه من الشمس، أما الثعلب القطبي له فراء أبيض كثيف بيتحول للون البني في الصيف ويساعده على التخفي والصيد. ثعلب الفنك يعتمد على اللهس اللي هو إخراج اللسان ليحافظ على برودة جسمه، أما الثعلب القطبي السقان والأذن القصيرة تساعده على تدفئته. ثعلب الفنك أذنه طويلة تساعد على تبريد جسمه، أما الثعلب القطبي يعيش في جحور ليحصل على الدفء. كرش الصور ده بيعيش في المياه المالحة والعذبة وتسلل إلى الفرائس باستخدام التباين اللوني، فلا ترى الحيوانات من أسفل ولا من أعلى، كما أنه يستطيع الصيد ليلا ونهارا مما يسمح له بمفاجأة فريسته في أي وقت. قرش الصور بيعيش فين؟ بيعيش في المياه المالحة والعذبة ما
بتسلل الفرائس باستخدام ايه؟ باستخدام التباين اللوني اللي هو لون ظهره اسود وبطنه ابيض، فلا ترى الحيوانات من اسفل ولا من اعلى، وده عبارة عن تكيف تركيبي. قرش الصور ده يستطيع الصيد في الليل وفي النهار، مما يسمح له بمفاجأة الفريسة بتاعته في أي وقت سواء كان الليل أو نهار. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.